محمد الشناوي، يعني احنا عارفين ان محمد قد ايه انسان خلوق جدا، وحتى يمكن ناس يعني اتصدمت ان محمد خرج عن شعوره شويه، لانه يعني دايما هادي ودايما متزن. لكن اللي جه من الحكم انه حتى لما جه واتكلم معاه، يمكن بيتكلم معاه باسلوب ما خرجش بيه عن النص، وبالتالي يعني حتى ديت يعني دي احنا ما بنناقش دي، خلينا بنناقش على القوانين، خلينا نتكلم على القوانين. سيبنا مع محمد الشناوي نتفق او نختلف، تمام، علشان ما نبقاش بندافع بقى عنه قتل الان. لكن في النهايه مجموعه الخطوات اللي اتخذت حتى تصل الى العقوبه كلها مجموعه من الخطوات الباطله. لا، وبالتالي طبعا القرار عليه علامات استفهام كبيره طبعا جدا، يعني أكيد. على الاهلي ان يحتج ويطلب ما هو ده كمان يعني. هرجع للخطاب، ويمكن خطاب النادي الاهلي للجنه الثلاثيه، يعني بتقول له كفايه اخطاء تحكيميه، ومن حق النادي الاهلي يدافع عن فرقته وعن ناديه، وكمان على المستوى الشفافيه، وعلى مستوى ان كمان المسابقه بتصير في اطار الحاجه الثانيه. يعني عايزين يعني الكل يبقى مكيال واحد يا كابتن، يعني لما الكل يبقى مكيال واحد على الكل كله هيرتاح. يعني مفيش ناس ترتكب عقوبه وتلعب ماتش، وتترتكب العقوبه وتلعب ماتش وبعد كده تعاقب، وواحد يعاقب بعدها بساعات. يعني ده بتحصل اكتر من مره. يعني يعني طول ما في خلل في ميزان العدل في المسابقه او في اي حاجه، اعتقد ده ممكن يؤثر سلبا على المسابقه، ويعمل مشاكل كتيره جدا، ويعمل ازمات كتيره جدا. يعني هي مش فكره ان عن طريق انك انت يعني بتوقف واحد في النادي الاهلي، واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي، علشان تبين انك انت شجاع وبطل. لا، فكره انك انت لازم تعمل العدل وتشتغل صح. يعني كنت انتظرت لما خلصت المباريات، كنت انتظرت لما جالك التقرير، كنت تجيب الحكم وتساله ليه ما اديتوش عقوبه اداريه، وتعاقب الحكم لانه ما عملش ده، او لجنه الحكام تحاسبه على هذا الامر. يعني امور كثيره جدا محتاجه طبعا محتاجه الاجابات عن